للأطفال، طبعا الأطفال احنا بالنسبة للدراسات حالات اللي كانت موجودة، احنا معظم المعلومات الموجودة الطبية كانت تعتمد على الحالات اللي كانت موجودة في الصين وممكن كوريا وبعض الدول، كان في انه الأطفال الأقل من 9 سنوات هم يصابون بالمرض، بس جدا نسبة قليلة من المجموع الكامل لعدد الحالات، وهذا اللي شفناه في مملكة البحرين، يصابون الأطفال، ما في أي أحد بأي سن بيكون عنده مناعة كاملة من الإصابة بالمرض، ولكن الأطفال بمناعتهم بجسمهم بالموجود عنده تعرضهم للمضاعفات أقل من كبار السن أو اللي عندهم عوارض أو عوامل خطورة. كان هذا بالنسبة للأطفال. وبالنسبة لدواء الأطفال يعني يمكن ذكرته في السابق أنه نفسه هذا دواء الهيدروكسيكلوروكوين واللي استخدمناه على عدد من الحالات واللي أثبت إلينا أنه ممكن يساهم في تقليل أعراض الإصابة بالمرض، وحتى أنه هو تحول المرضى من الموجب إلى السالب وشفائهم وخروجهم من مراكز العزل والعلاج.